مرحبا احبابي، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح اقدم لكم طريقة تحضير كيك الليمون بطريقة كتير سهلة وطيبة وشهية. اول شغلة رح نعملها، رح نبلش نشعل الفرن مشان يكون مسبق حامي على درجة حرارة 180. اوكي، الفرن على درجة حرارة 180. رح نبدأ برمي سريع على المكونات، وكل المكونات موجودة تحت بصندوق الوصف. اول شي بنحتاج عصير ليمون، انا عصرت ليمون فريش 180 ملي، تقريبا بيجو كوب وحدة. كمان عنا زيت نباتي او زيت دوار الشمس اللي بتحبوه، 120 ملي، بيجو تقريبا 3/4 الكوب. عنا هون 6 بيض، فصلنا الصفار لحال بياض لحال. عنا ملعقة صغيرة من الفانيلا، فيها تكون سائلة فيها تكون بودرة. بدي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، بدي ملعقتين كبار من برش الليمون، نفس الليمون اللي برشته عصرتهم، هدول بيجوا ليمونتين كبار. وهون برش ليمون، وعندي 2.5 كوب من الطحين، وعندي 1.5 كوب من السكر. هدول كل المكونات اللي بنحتاجهم. اول شيء رح نبدا نعمله، رح نجيب نجهز مكونات الجافة كلها مع بعضها. بنضيف اول شيء الطحين، هيدا 1/2 كوب، وهيدي كوب، هدول 2.5 كوب من الطحين. بنكون خلصنا من الطحين، بنشيلهم على جنب. عنا كمان سكر، السكر بنحتاج 1.5 كوب. شو رح اعمل؟ رح احط 1 كوب، رح احط 1 كوب من السكر فوق الطحين، ونص كوب السكر الباقي عنا رح اضيفه هون بجاط على جنب مشان اخلطها مع زلال بيض او بياض البيض. اوكي، هلا حطينا هون 1 كوب من السكر و2.5 كوب من الطحين، بنضيف عليهم ملعقتين صغار او ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، بنحطهم ونخلطهم مع بعض. هدول بصوروا جاهزين عنا، بنحطهم على جنب. هون عنا عصير الليمون، بنزيد عليهم صفار البيض. اوكي، هيدا صفار البيض مع العصير، بنحط عليهم الزيت. مش كتير صعب انه نشتغل بهذا الجاتو، بس رح يكون عنا مزيج كتير حلو، رح يكون عنا كيكة بتشهي. هون حطينا عليهم برش الليمون، سوري، صار عنا زيت وعصير الليمون وبرش الليمون، بنحطهم هون على جنب. هلا عندي هون 1/2 كوب السكر، رح احط عليها ملعقة صغيرة من الفانيلا، رح احط عليهم 6 من زلال البيض الابيض. رح نخلطهم كتير منيح مع بعض لحتى يصير عنا متضاعفين، او يصير عنا مثل نوع الكريمة. هيدا اللي نحنا بدنا اياه، قوام البيض لحتى يكون مثل الكريم عنا. هلا شو بنعمل؟ بنخلي البيض على جنب الابيض، بنضيف السوائل هون عنا فوق الطحين وبنخلطهم مع بعض. كتير منيح، شوفوا هذا القوام اللي بصير عنا، شوي سميك الكيك. اوكي، هلا شو بنعمل؟ بنحط عليهم، ما بحاجة انه نستعمل ميكسر كهربائي، هلا بنضيف عليهم شوي شوي البيض وبنخفقهم بطريقة كتير دقيقة. اوكي، حطينا نص الكمية البيض، بنصير نعملهم فولدينج هيك كأنه عم نطويهم طوي. شوفوا حطينا نص الكمية، وليك كيف صارت مثل المنفوخة بتحسوها. تشبه الحواعمل. بنحط باقي بياض البيض، الكيكة مثل ما قلنا فولدين هيك مطوية طوي عرواق.
شوفوا القوام اللي صار عنا، شفتوا؟ هذا اللي بدنا اياه. عندي هون هيدي الصينيه فيها ثقب بالنص، فيكم انتم تستعملوا الصينيه اللي بتحبوها. هلا انا حطيت عليها زبده، بعدين رشيت عليها طحين مشان ما تلزق. هلا راح احط كيك، خليط الكيك عليها شوي شوي. والفرن صار جاهز مثل ما قلت، حمينا الفرن على درجه حراره 180. اوكي احبابي، بعد ما جهزنا الكيكه هلا رح احطها بالفرن على درجه حراره 180. رح اوضع الكيكه بين 45 دقيقه لل 55 دقيقه. انا بعد ال 45 دقيقه رح احط منبه، 45 دقيقه رح احط سكينه وشوفها اذا صارت جاهزه ولا بدها بعد 5 دقائق زياده. شوفكم بعد هذا الوقت. اوكي حبيبي، هيدي الكيكه بعد 45 دقيقه تركتها تبرد شوي، ما كثير، هي بعدها شوي سخنه، بس هلا رح نحاول نحطها بصحن ونتركها تبرد على رواق. لما نحط زبده وبعدين طحين بيسهل علينا الكيك انه بعدين ما تلزق بقلب الصينيه. شوي هيك منخدها. يوبي، واو واو شو حلوة. نشيل هاي دول لعجنب. يمي شو حلوة، شوفوا ما شاء الله شو حلوة، كتير كتير شكلها حلو، حبيتها. هون نقدمها مع عصير ليمون. كمان اذا بتحبوا تحطوا على وجه هيك شرحات من الليمون، هذا شيء اختياري مثل ما انتم بتحبوا اكيد. هيدي واحدة بعد، شوفوا بما انه بعدها شوي سخنه، بس كمان راح فرجيكم قلبها. ولو انه ما كثير بحبز الكيك ينقص هو سخن، حرام، لازم ننطر شوي حتى يبرد، بيكون افضل، بالاخص اذا كان كيك كثير طري من قلبه فبيفرط. بس هلا هي بعدها سخنه، بدها نص ساعه لانها كبيره. بشوفوا كيف طالعه الكيكه من قلبها، لحظه. بدي اشيل بعد قطعة بعدين بفرجيكم قد ايه الكيك طاري من قلبه. واو شو حلو، عن جد من اشهى الكيكات يلي بعملها، كتير طيبة. شوفوا قلبها، هيدا عن قريب 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 هيدي الكيكة. اوو يمي، اتمنى تكون عجبتكم. ما بقلكم كيف ريحة ولا أطيب من هيك، ريحة الليمون طالعة من الكيك. وهيدي الكيكة كتير ناجحة، والمكونات رح حطها تحت بصندوق الوصف. إذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تخلوا لي لايك سبسكرايب. أنا بشوفكم فيديو جديد، ميرسي كتير لإلكم، وعلى أمل نتلاقي فيديو جديد. باي.